أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل الأعمال، معنا اليوم رجل الأعمال الأستاذ ناصر من مطعم سبيشال كباب. أهلا أستاذ ناصر. نعم. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، ونتمنى تعرفنا المزيد عنك وعن المطعم بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله. اسم ناصر، من مطعم سبيشال كباب، من محل فتحنا من السنة 1950 للمنطقة شوهين، وبعد المصلى، وبعد الحين في منطقة ميسلون. جميل جدا أستاذ ناصر، ما شاء الله المطعم عندكم تميز بجميع الأطباق الإيرانية الشعبية ذات الطابع الجميل. تميزتوا من ناحية الكباب، من ناحية الأرز، وكثير أطباق أخرى. ممكن تعطينا السر كيف تميزتوا وشو الأشياء اللي ميزتكم؟ الحمد لله. والله الناس يقول هاي الغداء الفاخر الأخير آخر، يعني هاي المطعم كل الناس زبوني يقول. والحمد لله شغل ماله من الساعة 6 إلى الساعة 12 في الليل، بس شغل ماله 6 ساعة يعني دائم. من أول كان من سنة 50 والحين بات هاي شغل، وما غيرنا الغداء العشاء أول، بس عشاء عندنا بس غير ما عندنا. نخبر المشاهدين مرة ثانية، طبعا المطعم تميز من سنة 1950 انه يفتح ابوابه من الساعة 6 مساء للساعة 12 ليلا. استمريتوا على نفس الروتين من سنة 1950 صحيح؟ نعم. ما شاء الله. استاذ ناصر، نعم، بعد النجاح اللي حققتوه، الشعبية اللي اكتسبتوها والثقة للزبائن اللي عندكم، شو خططكم المستقبلية؟ الحمد لله هذا بلاد طيب، أرزي طيب، الحمد لله من الشيوخ إن شاء الله بيفتح حال غير ومكان غير، واللي عنده عمان في هاي البلاد الحمد لله، من هاي الشيخ سلطان، من دكتور الشيخ سلطان بن قاسمية، وهاي الشيخ محمد بن زايد، الحمد لله هذا البلاد طيب، أرزي طيب، والحمد لله أي شيء عندنا من هاي البلاد الحمد لله. والله انت الطيب استاذ ناصر، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، ونتمنى نشوف افرعكم بجميع الامارات. مشكور مشكور، ما يقصر. بالنهايه متشكرك استاذ ناصر، وبدنا نخبر جميع المشاهدين ان المطعم موجود في اماره الشارقه، وموجودين على جوجل ماب لاي حد عنده فضول انه يجرب المطعم. وبالنهايه نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح استاذ ناصر، وجميع طاقم العمارة في المطعم. مشكور مشكور، وقت مشكور من عندي ومن اهل القناه ده، وكل شيء مشكور. اهلا وسهلا. احنا في المنطقه ميسلون الحين. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.